السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الرائعون، معكم أخوكم محمد، أتمنى أن تكونوا في أحسن حال. تعمل سامسونج على جهاز لوحي 10 بوصات وبسعر معقول، والذي من المحتمل أن يصل للأسواق خلال الشهر المقبل. ومن النظرة الأولى تحس بأنه يشبه إلى حد كبير تابلت ريلمي الأخير ريدمي باد، والذي تجد مراجعة له على القناة إذا كنت مهتما بذلك. سيحتوي سامسونج جالاكسي تاب اي 8 2021 على شاشة مقاس 10.5 بوصة من نوع LCD عادية بدقة HD Plus مع نسبة العرض إلى ارتفاع 16:10، وسيكون معدل تحديث 60 هرتز بالطبع، وذلك للتوفير في السعر قدر الإمكان، والذي سنتطرق إليه بعد قليل. سيكون هناك مكبرات صوت رباعية مع دعم دولبي أتموس، وهو شيء جيد أن نرى أجهزة لوحية متوسطة بهذه الميزة. لذا فإن هذا الجهاز اللوحي الرخيص لديه بعض الإمكانيات الترفيهية كاستهلاك المحتوى، ولكنه ليس موجها للألعاب، بحيث أنه يأتي مع شريحة يونيسوك تايجر T618 والتي تأتي بدقة تصنيع 12 نانومتر، وتحتوي على نوا كورتكس A75 بسرعة 2 جيجاهرتز للأشغال الثقيلة، وستة نوا A55 بسرعة 1.8 جيجاهرتز للأعمال الخفيفة. أما وحدة معالجة الرسومات فهي مالي G52 MP2 والتي تعتبر متواضعة من حيث الأداء. سيكون لدى بعض إصدارات الجهاز اللوحي اتصال LTE فقط، بينما ستكون الإصدارات الأخرى عبر الواي فاي فقط. ستبدأ تكوينات ذاكرة الرام والتخزين ب 3+32 جيجابايت، إضافة إلى خيار 4+64 أو 128 جيجابايت. سيتم تشغيل تاب اي 8 2021 ببطارية بسعة 7040 ملي أمبير، والتي يجب أن تدعم الشحن السريع رغم أنه ليس هناك أي شيء رسمي حتى الآن، ولكن قياسا على جالاكسي تاب اي 7 2020 والذي كان يأتي بنفس سعة البطارية مع الشحن بقوة 15 واط. إلى جانب مكبرات الصوت الرباعية، يبدو أن الجهاز اللوحي سيحتوي أيضا على مقبس صوت 3.5 ملم. وبالحديث عن الكاميرات، هناك كاميرا أمامية بدقة 5 ميجا بيكسل لدقة صور السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو، بالإضافة إلى كاميرا بدقة 8 ميجا بيكسل في الخلف. نعم، الأرقام متواضعة، وكذلك سيكون أداء التصوير على هذا الجهاز. سيوفر التابلت إمكانية فتح القفل عن طريق التعرف على الوجه، وقارئ بصمات الأصابع مدمج على الجانب. سعر جالاكسي تاب اي 8 2021 حسب التسريبات يقدر بحوالي $260 أمريكيا أو نحو ذلك، وهذا ينطبق على طراز LTE. أما طراز الواي فاي فقط غالبا ما سيكون بسعر أرخص. كان هذا كل ما لدي لفيديو اليوم، أتمنى أنكم استفدتم واستمتعتم. شكرا لكم على حسن المتابعة، وأضرب لكم موعدا في فيديو قادم إن شاء الله. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.